وعدنا بعد الفاصل ومن هنا نبدأ يتابع بآخر الجزء بحلقتنا لليوم، والجزء اللي فيه عم يكون بتواصل مباشر معكم عبر التواصل مع الرسائل اللي عم تبعتوا لنا، يعني كان بخدمة الفيديو بالصور وكمان بالرسائل النصية اللي عم تبعتوها على رقم من هنا نبدأ عبر خدمة الواتساب. رح نكون بأول اتصال، رح نضلنا بالعاصمة عمان. معنا جمال، مساء الخير. يعطيك العافية أخت روان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، يعافيك بخير، تفضل. عم بشكرك على البرنامج اللي مال كل عجاب العودرية، ما شاء الله عليك، يعني الله يخليك كيف والله. تفضل. احنا بتعرف الوادي الفاصل بين شو اسمه راحة الرشيد والمدينة الرياضية. أها. هذا الوادي بعيد منك المجاري ما يقارب 6 أو 5 سنوات. كل المجاري بتفوز بالوادي، بتفايدة بالوادي، بسبب قطر وحجم العبارات لأنها صغيرة. شو عملوا؟ لغوهن طبعا، صارت كل المي وين تنزل المجاري؟ من راحة الرشيد لخلال مدينة مقابل ملكة عليا، يعني الواد عم نشوف يعني الصور، بس هون فعليا عم نحكي عن موقع فيه خدمات صرف صحي ولا عم نحكي عن حفر امتصاصية؟ لا ستة، مو حطوا عبارات ضبطة المجاري، العبارات ما بتسعى لأن شو اسمه الحجم صغير وقطر صغير، فلغوا العبارات، صارت المي كل تتدفق بالوادي. بس هاي يعني مشكلة قديمة صح؟ من قبل الكوارث، من 6 7 سنوات ولغاية الآن. أنا أخذت امبارح الصورة. لغاية الآن يعني المية يعني بتجيب سفينة تمشي فيها، سفينة قد مغمقها وعليها وارتفاعها، يعني قادرين نشوف الصور. وأنا بعرف الموقع يعني بتذكر إنه كثير كان يوصل ملاحظات من المواطنين، ولكن ما صار عليه ولا إجراء، بعثتوا ملاحظات شكاوى ولا ست ولا اي اجراء. قبل حوالي سنه شو عملوا؟ حطوا زي تراب طمم، ما حدا يفوت يكشف شو الجوا. هلا قاموا الطمم يعني حاطين قلبات مشان ما حدا يفوت ما بين الواد ما بين الواد اللي راحة الرشيد والمدينه. ابصر مين قام فتح طريق للسيارات، ففتنا بصعوبه وصورنا الواقع. يعني الصور شيء يعني بعقد، يعني بايام الصيف لما تنشف هاي مياه المجاري بتطلع ذبان واوساخ ويعني امراض يعني مكره صحيه، فلغايه الان ما عملوا ولا اي شيء. نعم. حطيته شو اسمه هذول اللي تبعت. وصلت الملاحظه، وصلت الصور استاذ جمال، حاضر رح نتابع الملف ولا يهمك. وصلت الملاحظه من ضاحيه الرشيد تحديدا مياه الصرف الصحي. بدنا نروح لاربد. ومساء الخير استاذ رزق. مساء الخير يا أختي العزيزة، كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يخليك، أنا بألف خير، تفضل. الله يعطيك العافية. الله. أنا عندنا ملاحظة، إحنا ساكنين في منطقة إيدون في المنطقة الجنوبية من مدينة إربد. نعم. وهذه المنطقة جديدة ومليئة بالبنايات السكنية الجديدة. صحيح. ولكن أصبحنا نعاني من تراكم النفايات بشكل يعني هائل في المنطقة. كان لازم أخذناكم أول برنامج، كانت معنا بلدية إربد، يعني عم نطلع على الصور كمان، يعني هاي أنتم بعثتوا لنا إياهم هاي أستاذ رزق صح؟ نعم. والله إحنا بعثناهم هذول الصور، يعني هذول جزء من بعض المناطق، يعني مش كل المناطق. الصحيح كثرة النفايات هذه تراكمت من يعني زادت الكثره في بعد ما قرروا فصل بلديه بني عبيد عن بلديه اربد. فاصبح الدور جمع النفايات عندنا تراكم. يعني انا هون بدي اسالك، المشكله بالجمع ولا بتوفر فعليا اماكن مخصصه لجمع النفايات؟ يعني هل يا ترى في طريقه كمان نقدر ننظم عمليه اخراج النفايات في المنطقه من قبل المواطنين بتخفف من هذا الوضع، ولا في اشكاليه ثانيه لها علاقه انه ما في اصلا اماكن مخصصه؟ والله هو هذا يعني بتعاون المواطنين جميعا ممكن يتم الموضوع هذا بالتعاون مع البلديه. الا انه انا اختي العزيزه الان مثلا الشارع اللي ساكن فيه في منطقه ايدون بجنب في حي مسجد ابو دلو، تصوري احنا الان تقريبا حوالي 10 بنايات سكنيه وكل بنايه فيها 10 شقق. نعم. هذه 100 شقه، تصوري ولا في حاويه موجوده ما في المنطقه. طيب شو بيجيكم ردود؟ لمين بعثتم ملاحظاتكم؟ احنا حكينا لمنطقه ايدون اكثر من مره ويجوا جماعه ايدون، ولكن الان زاد المشكله بعد ما صار في فصل بين بلديه اربد وبلديه ايدون، فصار المشكله كبيره يعني. فالان النفايات في منطقه ايدون لا تصور، يعني الجرادين كثرت، الحشرات تراكمت. ما يعني انت عم تحكي عم بيجوا، يعني في استجابه، بس ليش ما في حل؟ شو المبرر؟ المبرر ما بعرف، بجوز يكون عنده نقص كوادر فنيه، رح نتابع، نقص اليات، نقص يعني. تصور يا اختي العزيزه في وصلت الملاحظه يا استاذ. وصلت استاذ رزق، ولا يهمك، رح نتابع من اربد، رح نضلنا في اربد. معنا استاذ محمد، مساء الخير استاذ محمد، يعطيك العافيه. الله يعافيكي، تفضل. بدي احكي لك انه انا سيدي مريض سرطان بالاحبال الصوتيه. الله يشفي يا رب. ومستشفى الملك المؤسس عبد الله ما فيش دكتور
لسرطان يعني عنده انف واذن وحنجره. اها دكتور الانف والاذن والحنجره ما بيقدر يعالج هاي الحاله. واخر مره الدكتوره قالت له لا ترجع عمي على هاي المستشفى عشان انت ما لك دكتور بالاخص لك يعني يعالجك. طب ليه ما تم تحويله لمستشفى ثاني او لخدمه بتقدم في مستشفيات عمان مثل البشير مركز الحسين غيره؟ يعني كيف قالت له بس ما ترجع تيجي؟ لانه كان بال 2014 يتعالج اول شيء بمستشفى البشير. تمام. وخلص مستشفى البشير عنده إشعاع على السرطان فصار يتعالج عند الدكتور وسام قرقز مستشفى الملك عبد الله وخلص الدكتور. طيب هسا اذا بده يروح على مستشفى الحسين للسرطان ما مش راح يزبط لانه كان يتعالج بمستشفى البشير. طب هلا يعني محمد يعني اول شيء كيف طمنا على صحه جدك؟ ان شاء الله هو بخير مبدئيا. والله يعني بعاني كثير اذا بمشي يعني كيف بدي اقول لك مفهوم. اذا بقوم من تخته لعند الحمام بعيد عن السامعين يعني الله يشفي يا رب. طيب اخر مره رجعتوا المستشفى امتى كانت؟ نيوز قبل اسبوعين. قبل اسبوعين وقالوا لكم انه ما يرجع يجي بالمره. طيب وكيف يعني بالاخر اعطوكم شو الحل البديل؟ الحل البديل انه يذهب لمستشفى الحسين للسرطان. وصلت ملاحظتك محمد رح نتابع الملف يعني بقضية يمكن كمان نرجع نحكي موضوع التحويلات بالذات بين المحافظات وايضا نحكي عن اطباء الاختصاص وملف مرضى السرطان الله يشفي الجميع. نرجنا نروح من اربد للزرقاء. فاتنة مساء الخير. الو فاتنة عم تسمعيني؟ اسمعيني من التليفون لو سمحتي. ما عم بسمعك صوتك بعيد. فاتنة اسمعيني مباشرة من التليفون لو سمحتي مش عبر سبيكر او شيء. صباح مساء الخير. واضح في اشكالية بالصوت مع فاتنة ما عم بقدر اسمعك. بدنا ننتقل للمفرق يعني قريب. استاذ عاطف مساء الخير. الو مساء الخير. يعطيك العافية. الله يعافيك حياك كيف حالك اختي؟ انا بألف خير طول ما انتم بخير. تفضل استاذ عاطف شو الملاحظة؟ يا اختي الملاحظة احنا روضة الامير علي. شرقية المفرق البادية الشمالية الشرقية. نعم. احنا بالحي الجنوبي نبعد عنا من جرشة الذكور 2 كيلو. وفي كلاب ضالة وصورتها كلاب ضالة وبعثنا على واتساب هايهم عم نعرضهم على الشاشة. نعم وحكيت مع إذاعة حياة اف ام وشبكوني كمان مع مديرة التربية فاطمة العيسى. اي حلول؟ ما في حلول لهلا. نعم حكيت لي دبر باص وود ولدك بباص. ايش المشكله؟ انتم مشكلتكم انه بطلت المنطقه امنه للاولاد يروحوا على المدرسه. بطلت آمنة. كيف عم بتامنوهم حاليا؟ حاليا انا اروح مع ابني لغايه المدرسه 2 كيلو وودي على الدار وكمان ثاني مره كمان اروح. وصلت حاضر 11:30 يروح اجيبه ومشي. حاضر ملف الكلاب الضالة حاضر رح نتابعه استاذ عاطف في منطقة المفرق والمنطقة اللي ذكرتها بالتحديد. نعود إلى الزرقاء. فاتنة رجعت معنا على الخط. فاتنة مساء الخير. هلا هلا مساء النور. هلا حبيبتي يعطيك ألف عافية. تفضل يا فاتنة شو ملاحظتك؟ يا حبيبتي احنا عندنا منطقة الزواهرة في عندنا شارع يعني فيش متر بتمشي فيه إلا فيه يا حفرة يا مطب. يعني حتى لما بصير حفريات أجلكم الله للصرف الصحي أو بصير حفريات للتليفون أو للمياه بنص الشارع طبعا بيقطع الشارع قطع بيجوا بزفتوا سطحي بعد يومين ثلاثة بتهفت هاي يعني عم تبعتوا ملاحظاتكم عم تيجي استجابة ولكن عم بتصير عملية ترقيع للشارع فما عم بيكون في حل جذري. لا مش حل جذري أبدا. إمتى آخر عملية إمتى آخر مرة صارت عملية الترقيع؟ والله بدي أحكي لك نسيناها ما هي قديمة من زمان. إمتى؟ طب راح تكون في عندكم ملاحظات تانية كمان في هذا الشارع؟ هذا الشارع رئيسي لأنه بيربط الزواهري بحي معصوم. وصلت يا فاتن يعني عليه ضغط عالي يعني. هاينا عم نشوف الصور. يعطيك العافية يسلم ايديك شكرا على الصور. شكرا يا فاتنة يا هلا. بس الصور مش واضحة لأنه صعب عندي التصوير. يا ريت انتوا تيجوا تصوروا. طب يا فاتنة بدي بس يعني هون كثير بنرجع بنقول كثير مهم موضوع اللي هي في اللجان المجتمعيه، قديش كمان المواطنين عم بيقدروا مثلا انتم عم بتنسقوا موضوع وين عم بتوجهوا الملاحظات، عم بتتابعوا الشكاوى بشكل والله معين؟ والله انا شكيت اكثر من مره لموظف في البلديه ورنيت عليهم ما بيردوا علي، يعني ما في استجابه. فاتنا سوري يمكن انقطع الخط ولكن رح ننتقل بعتذر، عامر معنا على الخط، عامر مساء الخير. مساء النور. هلا ست روان. يعني انا اسفه تشردقنا شوي. عامر يعطيك العافيه تفضل.
على عافيك. بدنا حابين نحكي مشكلة البيوت المهجورة. وين؟ في منطقة وادي سرور. وين هاي المنطقة؟ احنا منطقة وادي سرور بالعاصمة وسط البلد. ستي احنا عندنا بيوت مهجورة حوالين البيت وحوالين المنطقة كلها، يعني في كثير بيوت تتكاثر فيها البيوت المهجورة. طب لا، البيوت المهجورة عادة انتوا عادة بتبلغوا لما بيكون في مثلا بتحسوا انه مثلا في حركة في الموقع، ولا عم تتزايد عدد البيوت؟ يعني احكي لنا تقريبا من قديش هاي المشكلة، مشكلة وقديه حجمها؟ هاي المشكلة أكثر من 15 سنة واحنا بنتابع مع الأمانة، والأمانة ما عندها ردود، غير انها بتقول في عطاءات وفي ما في ميزانية. بيستنوا المدنية، بيستنوا العطاءات. نحن على مدار هذه السنين رحنا منتابع معهم، ولكن لا جدوى من هاي الغاية، حيث انه في بيئة، في مشكلة بيئية كمان خاصة بالليل. نعم. تكون فيها سيارة والكلاب الضالة. أه. غير من الشغلات اللي تمام للإنسان. وصلت ملاحظتك يا عامر، يعني واضح بدنا ننزل على الميدان، يعني واضح عشان نشوف وضع جبل جوفة والبيوت والكهوف المهجورة. يعني يمكن بدنا نختم بلقطات رح نشوفها مباشرة من أحد المواطنين، بعت لنا إياها من مستشفى الأمير حمزة، ملاحظات عم بتكون من خلال عدم وجود مقاعد للانتظار، عم نشوف كتير ناس عم تنتظر على الواقف، وأيضا تعطل للمصاعد. وصلتنا اليوم من مستشفى الأمير حمزة هاي اللقطات، وصلت لمن هنا نبدأ عبر المواطنين اليوم، رح نتابعها أكيد ضمن الملفات، وبالذات الملف الصحي جزء من أولوياتنا.